ريم أقرع سيدة تخطو على درب الحياة بتواضع العظماء وثقة الحكماء، سيدة زرعت ورد محبتها فأشرق الربيع مدنا من الجمال. حضورها أناقة الورد وروحها جمال الفرح. ريم أقرع سيدة راقية الذوق عاشقة للخير، يداها البيضاء حبا وسلاما وبلسما على امتداد جباه المتألمين. في بيت فلسطيني متحدر من سلالة الإنسانية والخير. وفي مدينة الكويت ولدت ريم أقرع وعاشت فيها 16 سنة مع عائلة علمتها الأصالة والعطاء وغرست في شخصيتها نبل الحياة وحب الطموح. خلال غزو الكويت انتقلت مع العائلة إلى عمان حيث درست علوم الأحياء في جامعة الأردن. تزوجت من الطبيب عبد الرحمن أقرع المحاضر في طب النجاح وانتقلت إلى نابلس المدينة العريقة بأمجادها والشامخة بأهل العز والكرم والأصالة. رزقهما الله 3 أولاد. في نابلس خطرت لزوجها فكرة تأسيس محل للزهور فعمل على تطويره وأوصله إلى قمة النجاح وأسماه ريم للأزهار تيمناً باسمها. ثم استلمت السيدة ريم إدارته وتابعت العمل فيه فأعطت من حبها وذوقها فانهمرت عطاءاتها شلالاً من الحياة. في مملكتها الوردية تحتشد جيوش الورد قوافل من جمال وأناقة متأهبة لتصنع الفرح على امتداد العيون. وفي محرابها تتلو أبجدية الربيع رسالة حياة معلنة أن الدنيا بألف حب وألف خير. لها في قلب كل فقير 1000 مدينة من الحب، ولها على امتداد العيون 1000 تحية وسلام. يا سيدة الورد والروح بأناقة الورد، هنا تزرعين المحبة فصولا من الربيع، وهنا حبات قمحك مغروسة أمواجا من السنابل تنبتين كالشمس في نهارات الباحثين عن الحياة. ريم والأناقة ورد وسيرة عطاء بأحرف المجد، دمت ودامت عيناك حارسة للأحلام والأيام. وسيرتها أغنية حب الفقراء، إنها موعدهم على بيادر المحبة وفي مواسم الحصاد. اختارت الورد بما يحمله من معاني الجمال والوفاء والخير والتقدير. تهندس ورودها كهندسة الطبيعة لفصولها، إلا أن ورودها تعبر من فصل إلى فصل نابضة بالحياة فلا تعرف الذبول.